هذه فوهة بركان أهتيمة جنوب قرية طابة، وانت راجع من حايل القصيم قبل شنان، يعني شنان من غرب، موجود في جوجل ماب. هذا بركان، طبعا هنا في أكثر من بركان، هذا أسهلهم بالصعود، تقدر تصعد بالسيارة. بركان خامد منذ ملايين السنين، من الخارج تشوفه كتلة، ليس مثل بعض البراكين المرتفعة بشكل واضح، ولكن من الداخل هذه فوهة البركان لا يمكن النزول لها بدون حبال. مكان جدا جميل، خاصة في الشتاء لمن يبغى يجي يتمشى هنا في القرى وفي الأراضي هذه، جدا حلوة وسهلة. البركان ثار قبل ملايين السنين وهذا واضح جدا. هنا طبعا فيه تحلل باللابة، أنا لست خبير جيولوجي، ولكن أشوف يعني أنه في هناك بالعمق فيه واضح ذوبان الصخور، واضح جدا يعني. طبعا يوجد في المملكة أعداد كبيرة جدا من البراكين، تبدأ من حائل وتمشي إلى حرة المدينة على نفس هذه السلسلة. هذا الأبيض هو تجمع لمياه الأمطار ويصبح القاع ملحي، فيتشكل بشكل أبيض أو لون أبيض يميز فوهة كل بركان هنا في السعودية.